تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. هل تحتاج أمريكا حقا إلى 500 صاروخ لإسقاط هذا الصاروخ الروسي؟ روسيا طورت أسلحة البعض بيترجم لغويا إلى أنها أسلحة فرط صوتية، يعني أعلى من الصوت بكثير، أو فائقة سرعة الصوت. الآن كانت الترجمة بنتكلم على أسلحة تفوق سرعة الصوت بكثير، لنقل أنها أسلحة فرط صوتية. هذه الأسلحة في مارس 2018 الرئيس بوتين بنفسه ولأول مرة وقف كده وعرض على الشاشات روسيا وصلت لإيه في مجال الصواريخ، واتكلم على صاروخ بقى شهير جدا جدا وحديث المحافل الاستراتيجية حول العالم ومنتديات التفكير السياسي في العالم. هذا الصاروخ اللي هو الصاروخ سارمات. الصاروخ الروسي ده في منتهى الخطورة، لأنه صاروخ بلا مدى. اتكلمنا قبل كده عن صواريخ قصيرة المدى، متوسطة، بعيدة المدى، دلوقتي صواريخ بلا مدى. فالصاروخ سارمات بلا مدى، ممكن عبر القطب الشمالي، ممكن عبر القطب الجنوبي، شرقا غربا، أي مكان يصل إليه من أي مكان في العالم. ديلي ميل البريطانية بتقول إن وزنه 200 طن، يقدر يحمل رؤوس نووية، يستحيل التنبؤ بمساره ويستحيل مواجهته. خبير روسي كان قائد القوات الجوية الروسية سابقا قال إن أمريكا محتاجة 500 صاروخ لإسقاط صاروخ واحد سارمات. ده معناه ايه؟ ان لو روسيا اطلقت 10 صواريخ سارمات على امريكا، يبقى امريكا محتاجة 5000 صاروخ مضاد للصواريخ علشان توقع 10 صواريخ روسية الى امريكا. يعني كل صاروخ سارمات طبقا لقائد القوات الجوية الروسية السابق محتاج الى 500 صاروخ دفاع جوي امريكي لمواجهته. أكيد روسيا لو ضربت مش هيبقى صاروخ أو اتنين، لو قلنا 10 بنتكلم على 5000 صاروخ أمريكي من أجل إسقاط 10 صواريخ روسية. أمريكا كده محتاجة درع صاروخي بس بقى دائري حول أمريكا كلها، لأن الصاروخ مش هيجي من موسكو أو من مكان في روسيا من الشرق إلى الغرب، أو من الشرق يلف يجي إلى الغرب الأمريكي، لا، إنما ممكن من القطب الشمالي، من الجنوبي، عبر إفريقيا، عبر آسيا، عبر أوروبا، عبر أمريكا اللاتينية، عبر أي مكان. ده معناه إن الصاروخ ممكن يأتي لأمريكا اللي هو سارمات من أي اتجاه، من أي مكان. وده معناه عشان تعمل درع دفاع جوي أو درع دفاع صاروخي، معناه تحيط أمريكا بالكامل من جميع الجهات لمواجهة هذه الاحتمالات. وكثيرون يرون ان ده امر صعب جدا في الوقت الراهن. هذا الكلام بمناسبة ايه؟ بمناسبة ان كان في قمة ناجحة في هلسنكي عاصمة فنلندا بين الرئيس ترامب وبين الرئيس بوتين، وكثير في العالم تفائلوا بعد هذه المصافحة وهذا اللقاء وهذه المفاوضات اللي قعدت مدة طويلة منفردة بين الزعيمين، مفيش إلا المترجمة فقط اللي موجودة أكتر من ساعتين. البعض قال يبقى التوتر ممكن ينخفض في العالم لأن في تفاهم أمريكي روسي وبين الرئيسين بوتين وترامب، إلا إنه بعد 24 ساعة من نجاح قمة هلسنكي روسيا أطلقت صاروخ سارمات في إطار مناورات استراتيجية أو مناورات عسكرية. ده معناه إن رغم القمة ورغم الأعاد مع بعض ورغم التفاهم الأمريكي الروسي ورغم إن رئيس ترامب دعا الرئيس بوتين لزيارة أمريكا في الخريف القادم، رغم كل ده إلا إنه بعد 24 ساعة فقط من عودة رئيس بوتين إلى هلسنكي تم إطلاق الصاروخ سارمات. ده معناه إن في يد تصافح ويد تطلق الصواريخ، إن في جلسة للنقاش والحوار والتفاوض، لكن في أوامر عسكرية بالتحدي والردع. إن روسيا
تسلك الطريق الدبلوماسي ولكن أيضا الردع العسكري قائم، اللي هي نفس استراتيجية أمريكا. الاثنين بقوا يسلكوا نفس السبل الاستراتيجية ونفس التكتيكات في المفاوضات وفي الضغط المتبادل. الصاروخ سرامات الذي يقول البعض أنه يحتاج إلى 500 صاروخ أمريكي لإسقاطه بات حديث منتديات التفكير الاستراتيجي حول العالم. النيتو ثم داعش، المؤامرة الحضارية على ليبيا. ليبيا دولة عظيمة وشعب عظيم وتاريخ عظيم وحضارة عظيمة. ليبيا مش بس الحضارة العربية الإسلامية، وإنما قبل كده في حضارات رومانية ويونانية، وقبل التاريخ كانت ليبيا حضارة عظيمة. ليبيا مش حضارة في ظل التاريخ فقط، وإنما حضارة عظيمة حتى ما قبل التاريخ، في تكوينات حجرية ومنحوتات صخرية موجودة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. ليبيا اللي هي شعب عظيم وحضارة عظيمة وتاريخ مجيد وبنت كتير جدا من طبقات حضارية متعاقبة، تعرضت إلى موجتين من التدمير والعداء للحضارة في السنوات الأخيرة. الموجة الأولى مع دخول حلف النيتو إلى ليبيا. لما دخل النيتو إلى ليبيا وجرى الاعتقاد خطأ بأنه جاي يدعم ثورة أو يسقط نظام، طلع أنه في الآخر غطى على تدمير دولة وتدمير مؤسسات وتدمير ذخائر سلاح وخزائن ذخيرة وتدمير قوة الدولة الليبية وإمكانات الدولة الليبية، ثم تدمير رصيد ضخم من الأموال التي تمتلكها الدولة الليبية. إنما بس الأموال والسلاح والمؤسسات والجيش والشرطة وهيكل الدولة الليبية، إنما كمان الحضارة الليبية. تم الاعتداء وتمت سرقة الكثير جدا من آثار ليبيا. إذا موجة النهب الأولى موجة النيتو، موجة النهب الثانية موجة القاعدة وداعش وهذه الجماعات المتطرفة المتخلفة التي سيطرت على أجزاء من ليبيا، مدن أو شواطئ أو غيرها. هذه الجماعات سرقت كتير جدا من ليبيا. من بنغازي وحدها تمت سرقة 10,000 قطعة أثرية، 10,000 من بنغازي وحدها. بعض السرقة كان عشان يبقوا أغنياء هؤلاء اللصوص، وبعضها لتمويل الإرهاب. يبقى الإرهاب يدمر كل شيء ويمول نفسه من تدمير الحضارة الليبية. يبقى أنت بتنهي حضارة وتمول إرهاب عشان تدمر ما بقي من الحضارة الليبية. الحكومة الليبية والجيش الوطني بيعملوا جهد كبير جدا، رجعوا بعض الآثار لكن أقل كتير جدا من اللي اتنهب واتسرق. يوليو 2018 معرض للآثار المسروقة. إنما الحقيقة اللي عايزين نقولها إنه رغم كل ما جرى في ليبيا لسه الحضارة ممكنة، لسه في إمكان اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا واللي حصل في ليبيا جزء كبير منه هدفه الحضارة، إن تبقى هذه الدول اللي عندها حضارة عظيمة زي الدول التي بلا حضارة نهائيا، يتساوى الجميع. أنت تتميز إن عندك تراث وتاريخ وثقافة ومتاحف وآلاف القطع الأثرية. طبعا هنهي كل هذا الكلام، تبدأ من الصفر، يبقى زيك زي أي دول ناشئة حديثا. إنما الحقيقة إن ليبيا بتاريخها العظيم والمجيد وإسهامها الحضاري الكبير جدا في كل العقود والقرون والألفيات الفائتة يمكنها أن ترمم تلك المأساة التي حدثت، ويمكنها أن تتجاوز بحور الدماء التي وقعت، ويمكنها أن تتجاوز موجات النهب والسلب وتدمير الدولة الليبية. في ليبيا لسه الحضارة ممكنة لأن هناك شعب عظيم قادر أن يعيد ترميم الحضارة واستكمال الحضارة من جديد. في ليبيا يمكن صناعة الأمل. من ألمانيا إلى اليمن، الجوع هو الوجه الآخر للحرب. لما نشوف الحرب العالمية الثانية واللي حصل فيها هنلاقي إن كان في حالة من القحط والجوع الشديد جدا اللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي أو في ألمانيا. إما إنك بتحاصر مدن أو المواصلات معطلة أو ما إلى ذلك، كان فيه ملايين الناس بيعانوا الجوع. لما نقرأ مذكرات شرودر
في طفولته ازاي كانوا كلهم بينتظروا وجبة واحدة، ازاي ناس في اوروبا اكلت اوراق الشجر. بنجد ان الجوع هو الوجه المؤلم جدا جدا لاي حرب، فضلا عن الموت وعن جراح المصابين. في اليمن، في ليبيا، في غيرها، لما نشوف اي مناطق فيها حروب كبرى او حروب محدودة، حروب اهلية او حروب اقليمية، بنلاقي ان فيه متاعب اقتصادية كبيرة جدا، وان مستوى الجوع وصل في اليمن الان الى مستوى كبير جدا، وان اكتر من نص السكان بيعانوا سوء التغذية او عدم توفر وجبات للطعام. لما نشوف ونرجع الاتحاد السوفيتي ايام الحرب العالمية الثانية، نلاقي مدن عظيمة لها تاريخ كبير جدا، الا ان هذه المدن جاعت تماما، وكان ممكن مدينة كاملة لا تجد ما يدفع بها الى الحياة او يبقي على حياتها اكتر من يوم او يومين. في فيلم قصير روسي بيبين حالة الجوع والتشرد والصعوبة اللي عاشها بعض السوفييت او الروس اثناء الحرب العالمية الثانية. بيشوف مشاهد لاطفال بقوا مشردين، وهم اصلا ما كانوش قبل كده مشردين، انما نتيجة الحرب كلهم شردوا، محدش بيعرف اهله فين، كام حد قتل. اللي قتل من الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية 29 مليون قتيل. فبنشوف بقى هؤلاء الأطفال وهم بيتساءلوا بينهم وبين نفسهم، إيه معنى الحرب؟ الحرب هتنتهي إمتى؟ إمتى ممكن ناكل؟ إمتى نشوف إنسان؟ ما هو الإنسان؟ بدأوا يطرحوا أسئلة، ما هو الإنسان بعد الأهوال اللي شافوها من حرب الإنسان ضد الإنسان سنة 41 في الحرب العالمية الثانية. وبعدين بيلاقوا بيت بيقولوا هو ده البيت اللي ممكن نروح نتسول منه بعض الطعام، إلا إن صاحبة البيت تطلق عليهم الكلاب، فبيجروا بيقابلهم بعد كده عسكري، لكنه بيفاجئهم بالبعد الإنساني اللي عنده. وبنلاقي إن في رسالة إنسانية كبيرة جدا في هذا الفيلم. اللي عانى منه الناس في الحرب العالمية الأولى، في الثانية، في حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية، كله بيؤكد إن الحرب هي أكبر مأساة في تاريخ الإنسانية، وإن الحرب مش وجهها الوحيد فقط الناس اللي بيموتوا أو المصابين اللي بيبقوا، إنما ملايين الجوعى والمشردين والذين بلا مأوى أو بلا وطن. عيش حافظ الله مصر.